كم مرة كنت في موقف تساءلت فيه أين تضعين حقيبة يدك؟ سواء كنت في مطعم أو في مقهى برفقة الأصدقاء أو في زيارة للأقارب، لطالما أرباكك السؤال: أين أترك حقيبة يدي؟ الأرض متسخة، ليس آمناً أن أعلقها خلفي على الكرسي، ولن أشعر بارتياح إذا وضعتها على ركبتي. نعم أيتها السيدات، هذه حقيقة. إن حقائبنا تتعرض للاتساخ، البلل والسرقة، لكننا الآن وجدنا الحل المناسب لذلك. سنقدم لك الحل المثالي الأنيق العصري والبسيط للحفاظ على أمان ونظافة حقيبتك. إنها علاقة الحقائب الكريستالية، فهي الحل العملي لنشاطاتك اليومية. من الآن وصاعداً بإمكانك تعليق حقيبتك بشكل آمن ومريح على أي طاولة بجوارك، وذلك باستخدام تلك العلاقات الصغيرة الأنيقة المصنوعة من الكريستال البراق الذي سيضيء أيامك ولياليك بألوانه الزاهية الرائعة. إنها مصممة لحمل الأشياء على اختلاف أحجامها، من أصغر حقائب اليد إلى أكبرها، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أيضاً المظلات والأكياس وأي شيء آخر قابل للتعليق. يمكن حملها معك بسهولة والاحتفاظ بها في حقيبتك لاستعمالها عند الحاجة أو في أي طرف كان، وهي آمنة إذ باستطاعتها حمل أكبر وأدخل الحقائب دون أن تعرض الطاولة للتلف. أتتخيلين أنها قد تحمل وزناً يبلغ 10 كيلوغرام؟ مع علاقة الحقائب الكريستالية ستحافظين على حقيبة يدك آمنة نظيفة وموجودة أمامك بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة. لكن هذا ليس كل شيء، فكم مرة أمضيت دقائق عدة جانب السيارة أو باب المنزل وأنت تبحثين عن المفتاح بين الأشياء الكثيرة الموجودة في حقيبة يدك؟ وكم مرة اضطررت لإخراج كل محتويات الحقيبة حتى تجد المفتاح؟ عندما تطلبين علاقة الحقائب الكريستالية ستحصلين على علاقة مفاتيح أنيقة وذكية، ستضفي على حقيبة يدك لمسة فاخرة وتجعل حياتك أسهل، فلن تكوني مضطرة بعد الآن لإضاعة الوقت في البحث عن المفاتيح داخل الحقيبة. ما عليك إلا أن تضعي علاقة المفاتيح على الطرف العلوي للحقيبة، وبحركة واحدة ستصبح المفاتيح بين يديك. هذه العلاقات متوفرة بتصميمين ولونين أنيقين لتلائم جميع ملابسك وحقائبك، الكريستال الذهبي والكريستال الرمادي، لونان عصريان بإرضاء جميع الأذواق. صنعت العلاقات من مواد عالية الجودة، هي منتج عملي وفريد يحافظ على أشيائك أمام عينيك بطريقة أنيقة عصرية حديثة ومميزة، فاجعليها صديقتك المفضلة.